توقعات حضراتكم ايه لاقبال المواطنين على الاوكازيون السنه دي؟ والله انا هقول لحضرتك الحقيقه، للاسف هو مولود ميت. يعني الاوكازيون السنه دي مولود ميت نظرا للجائحه طبعا والركود العالمي اللي في كل حته، نظرا برضه ان طول السنه بتقدم محلات كتير عروض تمام عشان للركود تشجع الناس. المضيفه، فعشان الحركه التجاريه تتحرك. يعني مش معقول هيستنوا كل الفتره دي لحد شهر 2، جنب ان في جزء يعني شويه لازم نبص له ان المناخ بيتغير. يعني المناخ من 20 سنه غير المناخ دلوقتي، فدلوقتي الشتاء بيجي متاخر، فبالتالي ان هو مثلا كان الاول شتاء بيجي في شهر 9 وتبدا الناس تبدا تشتري في شهر 9 و10 و11 لحد اعياد الميلاد شهر 12 يبقى فيه، وبعد كده يبقى شهر 2 لوكازيون. النهارده الساعه بتخش حوالي شهر اخر 11 او 12. هو المناخ وعادات الناس كمان في الشراء اعتقد يا استاذ احمد. بالظبط يا فندم، وثقافه الناس برضه. يعني ثقافه الفرصه ان هو خد واحده شيل واحده خد اثنين فريق، دي ثقافه الفرصه. بس طبعا عشان كده طبعا الناس هي اشترت من الاول بعروضات اللي هو بلاك فرايداي والجمعه البيضاء والكلام ده كله تمام وتشبعت.